هل في الجنة توقيت؟ بمعنى هل ثبت في الجنة ليل أو نهار؟ لا أعلم في هذا الصدد شيء إلا قول الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومن معاني أن القيلولة أو وقت القيلولة لا يأتي على أهل الجنة أو على أهل الإسلام إلا وقد أخذوا مآخذهم من الجنة يقيلون فيها.